الذي وقع اليوم هو الورقة الدوارة. خذوا 140 ورقة للتصويت عليها، ما لقينا إلا 133، سبع ورقات بقيت تدور في القاعة وتتنقل، ولقينا 20 ورقة ملغاة، 18 معمول فيها نعم ولا، واثنين بيضاء، 20 ورقة ملغاة. هالكم الهائل هذايا نتاع الورقات الملغاة مو جاي من ناس أميين ما يعرفوش يقروا يكتبوا، جاي من 20 نايب المفروض أنهم درسوا الديمقراطية وفهموها وتم انتخابهم وشاركوا في انتخابات، واللي نخبوهم يعرفوا ينتخبوا، فما بالك هما كيفاش ما يعرفوش ينتخبوا. شنو صار؟ صار انه اشخاص يجيبوا ورقتهم يسلموها وياخذوا ورقه دوار اللي هي تكون معمره من الناس اللي يحبوا يطيحوا قائمه ولائحه التصويت على سحب الثقه من رئيس البرلمان. الوطنيين وشرفاء تونس يعرفوا، يلزمهم يعرفوا اللي وصلنا الى مرحله خطيره جدا لا يمكن السكوت معها، وعليهم ان يتحملوا امانتهم ويقومون بواجبهم. انا نقول لكم هذه صيحه فزاع من البرلمان، حتى الديمقراطيه التي قلنا ان تمكنا منها وان خذيناها هي الديمقراطيه تمارس بشكل سيف وبالخديعه، وعلينا ان نقوم بواجبنا لتصحيح المسارات في تونس، مسار الوطنيه، مسار الديمقراطيه، لان الديمقراطيه كما قلت لا تحقق التنميه، ديمقراطيه زائفه وبائسه.